الكرام، أهلا بكم ومرحبا مع جولة أخرى في ربوع عماننا الحبيبة، حيث نزور معا قلهات، إحدى ضواحي ولاية صور. تقع قلهات على الساحل الشرقي الممتد من العاصمة مسقط، وتطل على شواطئ بحر العرب، وتمتاز بتاريخها العريق القديم وجوها البديع ومناظرها الطبيعية الخلابة. وقد تم أول وصف لقلهات على يدي الرحال الشهير ماركو بولو، الذي زارها في أواخر القرن الثالث عشر في طريقه للشرق الأقصى، فسجل في كتاباته وصفا لقلهات كمدينة كبيرة وميناء جيد مألوف للسفن التجارية القادمة من الهند، حيث تتزود في قلهات بالماء والغذاء. في عام 1324 زارها الرحال العربي الشهير ابن بطوطة، وسجل وصفا دقيقا للمدينة، فالمساجد الجميلة وجدران الأسواق قد زينت بالقيشان اللامع، بالإضافة إلى نظافة شوارعها وحركتها التجارية المزدهرة. وقد استمرت قلهات كإحدى أهم الموانئ والمدن في الخليج، إلى أن أحرقها القائد البرتغالي ألفونسو عام 1508 بعد أن نزل بأسطوله إليها، كما أصابتها هزة أرضية عنيفة في أواخر القرن الخامس عشر، مما أزال الكثير من معالمها الجميلة، فاندثر جزء كبير منها تحت الأنقاض. وإلى جانب أنقاض المدينة القديمة كالسور وبعض المباني، تقوم اليوم قلهات كضاحية بحرية جميلة، يشتغل أهلها بصيد الأسماك، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الجميلة، وفيها من الآثار التاريخية ما يدل بشكل بارز على رونقها القديم، وما يدفع ويغري الباحثين والمختصين في تلك الحقبة من الزمن ليتتبعوا بحثاً وتنقيباً عن تاريخ هذه المدينة كجزء من تاريخ عمان الحافل. لهم في قلهات ما يغريهم على البحث، خصوصاً في هذا العهد الزاهر الميمون، عهد جلالة السلطان قابوس المعظم، راعي النهضة العلمية والفنية لكل ما من شأنه إلقاء الضوء على الأحقاب الزمنية التي تشكل تاريخ وطننا العريق، تاريخ عماننا الحبيبة.